مرحبا حبايب، نحن حاليا في شارع نيشانطاشي، يعتبر من ارقى الشوارع في مدينه اسطنبول. هون بتشوفوا الماركات، بتشوفوا السيارات الفاخره في اسطنبول، شارع الاثرياء. يعني الصراحه شارع سياحه تمشي فيه كثير حلوه، فيه ماركات كثير عالميه وحلوه، لكن اسعار الصراحه لازم تعبوا جيبكم حتى تقدروا تشتروا هون الحاجيات. طبعا نحن يا جماعه هلا حاليا في شارع نيشانطاشي، هذا مش شارع مشهور، يعني يعتبر شارع اثرياء. شوف السيارات الموجوده هون، هون بتشوفوا جميع السيارات، الناس هون كلهم ناس اثرياء، اثرياء اسطنبول. يعني الصراحه هون الشارع جميع الماركات العالميه بتحصوها في هذا الشارع، مقاهي تمشي فيه كثير كثير حلوه، حتى المحلات الموجوده هون بضاعه مثلا مثل اديداس او غير ماركات، بتشوفوا شغلات مميزه عندهم، يعني غير الاديداس اللي بتشوفوه مثلا بغير اماكن. هي ماركة برادا، كمان الماركات العالمية. شانيل، باكو، شوف هذا المحل شانيل، هذا كمان ماركات العالمية، هذا باكو. هاي ساعات رولكس العالمية معروفة، ما في داعي أشرح لكم عنها، أفخم ساعات في العالم. محل نصرت هون بتحصلوه هون بهذا الشارع كمان. I
طبعا وصلنا إلى شارع تقسيم، الشارع الذي لا يخلو من الناس 24 ساعة ممتلئ. رح نعمل تغطيات ونشوف إيش رح ناكل. جعنا الصراحة شوي بعد الشاورما، خلوكم معنا. نحن الحين في منطقة تقسيم برج جلطة، اللي شايفينه وراي هو برج جلطة، جلطة كوليسي. طبعا هذا من أهم المعالم السياحية في مدينة اسطنبول، بني عام 1348، هو يعتبر كان أعلى نقطة ارتفاع من حيث ارتفاع في مدينة اسطنبول القديمة.
هدف بناء البرج هو مراقبة مدينة اسطنبول من الحرائق، وأيضا مراقبة جسر البوسفور، السفن المارة من جسر البوسفور. لازم تزوروا المكان، ارتفاعه 69 متر 11 طابق، الدخول إلى برج جلطة 100 ليرة على الشخص الواحد. طبعا دوام البرج من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ليلا.